مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة، أهلا بيكم في حلقة جديدة من حلقاتنا. النهاردة هنشوف مع بعض مهارات جديدة وهنعمل مع بعض وصفات إن شاء الله تنول إعجاب حضراتكم. طبعا كل سنة وحضراتكم طيبين، اقتربت أيام قليلة يعني، وإن شاء الله ربنا يعني يكرمنا كده بالعيد الكبير وقفة عرفات. الدعاء مستجاب الفترة دي جدا، ويعني الثواب ياريت نكسر من الحاجات الكويسة الصالحة جدا، نقرأ بقى قرآن ونعمل حاجات خير كتير ونقول كلام كويس كتير بعض، ولو في حد زعلان من حد يا ريت ما يزعلش، نصل للرحم كتير لو احنا مش بنصل للرحم، ده مهم جدا. والاكثار في الوقت ده لانه العشرة دول عند ربنا ليهم ثواب كبير جدا عن اي وقت تاني في السنه. فاتمنى يا رب ان احنا يعني نبلغ يوم عرفات وربنا يتغاضى عن ذنوبنا ويغفر لنا جميعا يا رب العالمين. النهارده هنعمل وصفه من الوصفات المحببه، كتير ناس بتعملها بره وساعات بيبقى صعب عليها تعملها في البيت، يمكن لانه ما بيبقاش فيه كبه، ما بيبقاش فيه اجهزه تسهل، لكن خلينا نقول ان احنا ممكن نعملها في البيت بحاجات بسيطه جدا. انا هشتغل في كفته الرز النهارده، وخلينا نقول هعملها والبدائل ليها ايه عن ما كنا بنروح عند الجزار نقول له اللي عنده الماكينه بتاعه كفته الرز نضرب كفته الرز هناك. هقول اول المقادير وهنبدا نشتغل مع بعض انا وحضراتكم ونتكلم عنها بالتفصيل. بسم الله، عندي كفته الرز، نص كيلو من اللحمة المفرومة، كوباية من دقيق الرز، أنا النهاردة هستخدم دقيق الرز مش هستخدم الرز نفسه. عندي بقدونس وكزبرة خضراء وشبت، عندي بصلة كبيرة مفرومة على النص كيلو، لو حضراتكم حابين تزودوا مفيش مشكلة. عندي بهارات لحمة أو السبع بهارات بتوعنا، رشة جوزة الطيب، عندي قرفة وملح وفلفل، وعندي زيت طبعا للتحمير. هنتكلم عن صلصة الكفتة بس مش دلوقتي، أنا هعملها مع حضراتكم بفضل الله من الألف للياء. خلينا الأول نتكلم عن الوصفة دي. طيب هنبدأ بسم الله. شوفوا بقى، أنا هعملها بشكل سهل، تقدروا تعملوها في الكبة، تقدروا تعملوها بالهاند بلندر. طيب إيه أفضل نوع قطعية لحمة طبعا لكفتة الرز اللي اتربينا عليها زمان؟ هي اللحم الجملي، اللحم الجملي الصغير جميل جدا. ولو حضراتكم عايزين تعملوها في البيت زي حالاتي كده بطريقه سهله وبسيطه هيبقى جميل جدا وهتستمتعوا بيها قوي. اذا حضراتكم عايزين تعملوا كميه وعايزين تعملوها عند الجزار، يبقى احنا هناخد الرز بتاعنا بنغسله، لو عايزين تستخدموا الرز العادي ويعني ننشفه شويه حلوين، وبعدين نبدا ناخد الرز ده نحط عليه الخضره ونقطع بصل وفصوص من الثوم، حوالي راس ثوم لو هنعمل على كيلو مثلا من اللحم، والخضره مثلا حزمتين من كل حاجه. طيب هنبدا بقى دلوقتي ناخد بقى ايه، نقول احنا هنعمل ايه. عندي ادي اللحمه المفروم، بسم الله الرحمن الرحيم. انا اللي بعمل كده عشان اسهل على نفسي بس الحاجه دي، لكن لو حضراتكم عند الجزار هو بيقطع اللحمه وبيحطها على كميه الرز بالخضره اللي حضراتكم جايبينها، هي نص كيلو، هحط عليها كوبايه كده من دقيق الرز. عايز اقول لكم ده بعد ما اتطحن، ماشي. وعندي اهو البصل كمان، وعندي البقدونس، تكسره من الكزبره، ما بكترش الشبت قوي كده، هنا كزبره خضراء وبقدونس، احلى حاجه الخضره دي، اللي عايز يضيف كرات ماشي، اللي عنده بصل اخضر ماشي، كل دي حاجات بتضفي طعم جميل جدا جدا. وادي الشبت، وطبعا هنحط الاول، هنقلب كده ايه تقليبه بسيطه، خليني بس كده ايه اخلطهم مع بعض عشان اسهل على نفسي، ده لو انا عايزه اعملها بحاجه سريعه، لكن طبعا عند الجزار. انا بس بخاف من عند الجزار في حاجه، لان المكان القديم ده، القديم ده مهم قوي، ان اول ما بيخلط فيه اول جزء من الخليط ده في المكنة، أول جزء ينزل من المكنة بياخد الحاجات اللي مش نظيفة في المكنة فتخلصوا منه يرميه، وبعدين يحط أكياس لحضراتكم إذا تكرمتوا لو هتعملوها بره، يحط أكياس نظيفة، أكياس تلاجة، وينزل عليها الخليط، تاخدوا الخليط على طول نظيف ملامس دي، لأنها بتبقى صاج، بيبقى صعب برضو تنظيفها شوية زي الماكينات الحديثة الستانلس الإيطالي، ما تبقاش كده. طيب هاخد رشة الملح والفلفل، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط حبة ملح كده حلوين. خلينا نقول انه كيلو اللحم ياخد نص كيلو رز، بتبقى حلوة قوي لحد كيلو لربع، تمام. رشة الفلفل،
ليه؟ علشان تطلع حلوة تحسوا بيها فيها طعم حلو لحد الكيلو. الكيلو في ناس ساعات بتحب تعمل كيلو اللحمة عليك ماشي. طبعا بهارات أهم حاجة، هي ما بتاخدش توابل كتيرة الحقيقة، لكن مهم تبقى من الطعام حلو. وطبعا التوم، بسم الله، توابلنا اللي احنا متعارفين. اللي عايز يحط رشة قرفة يحط، اللي مش عايز خلاص. طبعا هتبقى رائعة جدا ان شاء الله، تنول اعجاب حضراتكم. بس انا هضيف، اسمحوا لي، رشة جوزة الطيب معاها مع اللحمة، بتدي ايه طعم حلو كده جميل خفيف، لكن بتدي نكهة حلوة. حطينا كل التوابل، ملح وفلفل وبهارات. اللي عايز يحط شوية كزبرة جافة ماشي، اللي مش عايز براحته. طيب انا خلاص عملت كده، خليني بقى ايه اخلي خليط الخضره ده، احتجت هزوده. هبدا بالهاند بلندر كده مع حضراتكم نعملها بدقيق الرز. طبعا الرز لو نشفناه وجف تماما، لازم يبقى جف في الشمس كويس قوي. تقدروا تطحنوه في الطحانه وتبقى عندكم دقيق رز عادي. اذا انتم مش حابين يبقى حضراتكم هتستخدموا الايه الدقيق الجاهز. بسم الله الرحمن الرحيم. هبدأ بقى أقلب كل الحاجات دي مع بعض. لحد ما يديني خليط كفتة الرز اللي احنا عارفينها. بسم الله. طبعا في الكبة هيبقى أفضل وأسرع. لكن احنا برضو بنعمل بكل الحاجات المتواجدة. بصوا بقى تديكوا خليط ان شاء الله ينول اعجابكم جدا. بصوا بدأت بقى اهي مع الخضرة تدي الشكل الحلو ده. بسم الله. نخلط بقى الخليط الحلو ده كله مع بعض. هيستوي ما تقلقيش، ما بياخدش وقت، ما تقلقيش. نعمل دي بس الاول اهم حاجه. انا هعمل جنبها النهارده رز حبه وحبه. احنا كل مره بنعمل نوع رز مختلف مع حضراتكم، مره ابيض، مره بشعريه، مره بسمتي. النهارده هنعمله رز حبه وحبه بتاع زمان. اهو شايفين ازاي؟ مش عايزه ايه اضيع يعني الوقت كله في الضرب عشان ما اضايقكوش، لكن انا ايه بجهز بس ضربها كده بشكل كويس. بصوا اما تبقى عجين جامد جدا. خليني بس اقلب كده اللي تحت فوق عشان هي بدأت خلاص تبقى عجينة. أو أفصل دي على اتنين بولة عشان تسهل عليا، بس بولة صغيرة. هاخد دي هنا كده، شوفوا، وهنخلي دول كده مع بعض، هنضربهم كده مع بعض تاني نسهل بس الدنيا. بسم الله. وهعمل رز حبة وحبة، هنزل مقاديره دلوقتي مع حضراتكم كده. بسم الله. ولو عايزين نبدأ في الرز ننزل مقاديره، وانا هشتغل فيه برضو جنب حضراتكم. احمر الرز كده شوية شوية وانا بضرب في الايه في الكفتة كده. يلا نعمل كده عشان ما نضايقش اصدقائنا في ايه في الضرب. هخلطها كويس قوي وانعمها تماما. ادي كنتوا شفتوا اهو. وهنرجع ان شاء الله بعد الاستراحه نستكمل مع بعض، هنبدا في تحميرها ونعمل ايه فيها في خطواتها. مستنيه حضراتكم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد الاستراحه. ودلوقتي بصوا انا عجنت بقى شويه، بقت كده اهي شايفين. هبدا بقى انا يعني ممكن تعملوها بحاجتين، تعملوها صوابع زي ما حضراتكم عايزين، ريحتها روعه، توابل طبعا عامله شغل عالي.
ده المعتاد او تتعمل دواير. انا اسمحوا لي انا يعني انتوا عايزينها ايه يا اولاد؟ اصل انا بحبها دواير. كور. حاضر نعملها كور، نرضي جميع الاطراف. حاضر، بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل كده كور بسم الله، ونزود هنا الزيت اهو، نكور بقى شويه كده حلوين كور وسط. طبعا اللي عايز يخزن هيحط منها في اكياس ويشيلها في الفريزر، مش هيجرى لها اي حاجه. خليني كده ايه اخد بوله هنا نحط فيها الكور اللي احنا هنكورها. هعمل معاها شويه بطاطس صغيرين ونعمل الصوص بتاعها. تعالوا بقى ننزل صلصه الايه الكفته، عشان احنا دلوقتي هنبدا في الايه نحمر، وهبدا في الرز كمان. فننزل الاول رز الحبه وحبه، وبعدين صلصه الكفته. يلا بينا. يا الرز الحبه وحبه، انا هاخد كميه رز لو هي كده 3 كوبايات مثلا، هاخد نص كوبايه هي اللي ايه هحمرها وتبقى كده. ودلوقتي ناخد رودينا. اهلا يا رودينا، رودينا الجميله. اهلا 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 حبيبتي، ازيك يا روح قلبي؟ الحمد لله. يا رب دايما تكوني بخير. انا نفسي اطلع فيه زيك حبيبتي، ربنا ينولك كل تتمنيه يا روح قلبي في الايام الجميله اللي فيها دعوات مستجابه دي يا رب، وتبقي احسن ان شاء الله. وعايزاكي تبقي تعملي لي ام علي. يا روح قلبي من عيوني. حاضر، اوعدك الاسبوع اللي جاي نعمل حق ام علي الجميله عشان خاطر رودينا. سلمي على ماما كتير يا رودينا، ربنا يحفظك حبيبتي، وميرسي على اتصالك ومداخلتك الجميله دي، تسلميلي. هعمل بقى كور كده، الكور بتبقى جميله قوي، تبقى شكل كده كفته داوود باشا. بس عايزه اقول لكم الريحه، بصوا بقى احنا عملناها كده بطريقه بسيطه، ان شاء الله يعني تنول الاعجاب. وطبعا اللي عايز يعملها فرصه بقى ان احنا ان شاء الله العيد جاي، فتقدروا يبقى فيه اللحوم الحمد لله تبقى متوفره، ونقدر نعمل شويه كده. ان كفته الرز دي من الحاجات الرائعه، وكمان زمان الاطفال كلهم او هتلاقوا الكبار حتى بيحبوها محمره، يعني كان لازم مثلا لو هنعمل كيس نعمل كيسين عشان في واحد منهم هيتاكل بالفعل وهو متحمر. كلنا ندخل بقى ايه نخطف ونسرقها من المطبخ. يمكن على كبر شويه الواحد قدر يستصيغها شويه بالصوص او بالصلصه. يعني انا دلوقتي هعمل مع حضراتكم الرز، هعمله بطريقه سهله وبسيطه، وبيبقى لايق قوي مع كفته الرز دي، سواء عايزين تعملوا رز ابيض او عايزين تعملوا معاها رز واحد حبه وحبه، هيبقى جميل. انا هنزل دلوقتي بعد التكوير ده، خليني كده انزل شويه زيت وابدا ايه اجهز لي شويه الرز اللي هحمرهم الاول. كده حمرنا شويه، اول ما الزيت بس يسخن شويه بسم الله. هاخد زيت نباتي، معلقه، وهاخد شويه من الرز كده، وهنحمر دول بقى كأنهم بديل للشعرية بس من كمية الرز نفسها اهو، حاجة كده من حاجات زمان اللي احنا ايه بنفتقدها كتير. دايما دلوقتي ما بقاش في حد بيعمل حب وحبة، ده قليل تقريبا يعني، بس في ناس كتير بتحبه الحقيقة. طيب انا كده هبدأ ايه اقلب، وهنعمل الصوص. يلا ننزل بقى الصلصة. ونزلنا مقادير الرز ولا لا يا ندى؟ طب يلا مقادير الرز ومقادير صلصه الايه كفته الرز اللي احنا هنطبخها دلوقتي، يلا بينا. عندنا الرز 3 كوبايات رز مصري، منهم نص كوبايه هنحمرها، وميه مغليه او مرق، سمن او زيت، وملح. انا لكل كوبايه من الرز المصري الجافه هاخد لها كوبايه ميه سخنه مغليه او كوبايه مرق. انا بس بقلب بقى في الرز ازاي اهو، تقليبه كده جنب حضراتكم، وهبدا بقى احط الكفته هنا في الزيت اهي، واحدة كبيرة كده ما يجراش حاجة. ناخد منها حبة حتة صغنونة هنا عشان تبقى قد بعض اهو، ويلا بقى نبدأ ايه نحمر. بسم الله اهو، هنزل صلصة بقى الكفتة، هشتغل فيها دلوقتي واجهزها عقبال ما الكفتة تتحمر. معانا كوكي، يا كوكي ولد ولا بنت؟ كوكي ده الو
بنوتة يا كوكي. بنت بنت. اهلا يا كوكي. أوه. ازيك؟ اصل انا اخر معرفتي بكوكي بنت اختي، فانا ما اعرفش كوكي تاني. لا لا انا واخده تانية خالص. اهلا اهلا يا كوكي. يا كوكي انت نورتينا النهارده يا كوكي. اسمك الحقيقي ايه بقى؟ لا مش عايزه اقول. ليه؟ هيطلع حلو، اوعي يكون باكينام. لا طبعا انا على فكره بحس في مسلسل الحقيقه والشراب. يا روح قلبي تسلمين يا نور عيني يا حبيبتي تسلميلي. بحب اسمع نصايحك يا عز الدين طبعا. يا حبيبه قلبي تسلميلي يا روح قلبي والله. يعني انا انت معاكي من زمان بجد يا روحي، ده شرف ليا والله يا كوكي. يا الشرف ليا ان انا اكلم حضرتك. انا عندي سؤال. موري. تسلمي. الكفته بتاعت الرز دي لو انا حطيتها في الفريزر وجيت بعد كده سيحتها تبقى غلط؟ لا طبعا. لان انا مسافره وعايزه ما يجرالهاش اي حاجه. انا يعني عايزه اخزنها. ما يجرالهاش اي حاجه يا روح قلبي. ما يجرالهاش اي حاجه، احنا بنحطها ولما تعوزي بس تفكي التجميد عنها هتحطيها على رف الثلاجه عشان يبقى التجميد اتفك صح بس، وتستخدميها وتحمريها عادي. وفي ناس بتشيلها متحمره بس انا ما بحبش كده، بحب تعملوها فريش اول باول عشان طعم الفريزر ما ياثرش في طعم الحاجه بس. لكن ان شاء الله تاخديها وتستمتعي بيها وصحه وهنا على قلبك يا روحي. انا لسه بقول نفس الكلام ده دلوقتي. تسلمي يا كوكي نورتيني وشرفتيني يا حبيبتي. انا بقلب الرز اهو قدام حضراتكم، بصوا لحد ما ياخد اللون الذهبي الحلو. اللي عايز يطعم بمعلقه صغيره فيها سمنه بلدي ماشي. انا كده خلاص بحمر في الزيت هنا، وهنا بسخن. نزلنا مقادير الصلصه بتاعه الكفته يا ندى. صلصه الكفته عندي طبعا كفته رز محمره اللي احنا هنحمرها دلوقتي. عندي بطاطستين مكعبات، وعندي لتر من عصير الطماطم، وعندي معلقتين صلصه، عندي معلقه من الثوم الباودر او الثوم المفروم، عندي 2 كوبايه مرق، عندي 7 بهارات وملح وفلفل. دي ببساطه جدا. هات لي شويه ثوم باودر يا محمد. طب تسلمي ايدك، انت حمرتنا. ماشي تسلم. محمد عمل شويه كمان اهو. شكرا جزيلا يا ابو حميد والله. طيب هنقلب بقى. انا غالبا كده ايه ممكن نقلب بده، نشوف كده اخبار التحميل. النار هنا بس هاديه شويه، عايزه ابدل هنا اجيب على النار دي بعد اذنكم. ماشي. واحط هنا الصلصه. ماشي كده وهنقلب كده. حلو الكلام، كلام جميل. كفته الرز دي من الحاجات الجميله. طبعا اللحمه الجملي احنا اتفقنا ان هي مفيده ومهمه، شد العصب وحلوه. بسم الله. معلقتين من الزيت. اللي مش عايز يحط توم يعني فريش مفيش مشكله، انا هحط توم باودر اهو. وهاخد معلقتين الصلصه الاول معاهم، لكن انتوا حطوا توم فريش لو عايزين لانه بيبقى جميل. انا بقلب الرز وناخد هنا نقلب الايه الحاجه الحلوه دي. نطلع الماده الحافظه اللي في الصلصه دي الاول، وبعدين بسم الله نحط عصير الطماطم. تمام كده، بصوا كده. ماشي قلب تقليبه حلوه. وبعدين قبل ما احط اول يعني هسيبها تاخد كده تتأول غلوه، وبعدين هبدا احط الكفته، وبعدين ازود شويه المرق السخن اللي انا عايزاه لحد ما تستوي اهو. وادي التحميره اهي بتتحمر. طبعا هي مفيده طبعا جدا، كفتة الرز من الحاجات الأكلات المفيدة وبتحافظ على صحة العظام والأسنان، يعني هي ليها فوائد وبتقوي جهاز المناعة. بس عايزة أقول لكم اللحم الجملي أو اللحم الكندوز ماشي، لو ما فيش جملي اعملوا كندوز ما يجراش حاجة، بس الجملي موجود، الجملي الصغير. طيب الناس بقى اللي بتهتم بالسعرات الحرارية، كل 100 جرام من كفتة الرز دي حوالي 215 سعر. يعني ايه ناخد طبق صغير كده، في حاجات هي سعراتها يعني مش عاليه قوي بس برضو ايه تعد
برضو مش من الحاجات الاكلات اللي سعراتها الحراريه عاليه قوي زياده. هنقلب بقى كده تقليبه حلوه. بصوا بدا لون الرز يصفر شويه، عايزين نشوفه. عايزه اشوف الكفته في التحمير. بسم الله اهو، وانا بعمل هنا الصلصه قدام حضراتكم الناحيه الثانيه. شايفين قوي قوي. هنقلب بس تقليبه كده، وانا دلوقتي بصوا هخلص بقيه الرز ده وهحطه. بجهز جنبي الميه السخنه، وهنا الصوص خلاص بتاع كفته الرز، وهبدا بقى اضيفها ونزود عليها المرق. ودلوقتي خليني طيب احط هنا بقيه الرز عشان نبقى قفلناه مع بعض قبل ما نطلع. هاخد كده بقيه الرز وهاخد شويه ملح، انا بحبه يبقى فاتح يكسر الابيض بتاعه. عايزين تحمروه زياده عن كده مفيش مشكله كده. وهضيف الميه السخنه، خليها لما تسخن هضيف الميه السخنه دلوقتي حالا. خليني احط شويه من المرق كده. ونبدا بقى نستسمح حضراتكم في استراحه، ونرجع بعد الاستراحه نستكمل مع بعض هنعمل ايه. في انتظار حضراتكم.